روي فيتوريا استقر على 28 لاعب لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراه ملاوي. انا الحقيقه الله يكون في عون روي فيتوريا في مبارياته اللي يعني تعتبر من اوائل المباريات اللي هيلعبها الحقيقه، لانه اول مباراه رسميه يوم 24 تاني يوم رمضان، وبعديها يوم 28 هنا في مصر. فحضراتكم عارفين بتبقوا شهر رمضان بيبقى ليه ظروف مختلفة، وبتبقى فيه العبادة أكتر والصلاة أكتر، فبتبقى عايز ما تنامش كتير علشان تغيير مواعيد الأكل والصيام فالموضوع بيبقى صعب شوية على الأجهزة الفنية، خصوصا في مثل هذه المباريات. ممكن ما تقول إن منتخب ملاوي يعني من المنتخبات اللي ليس لها تصنيف ثالث أو رابع يمكن كمان، لكن معرفش الله يكون في عونه، لأنه يوم 24 مباراة والساعة 3 الظهر هيعملها إزاي؟ ربنا يعينه.